ومانشستر سيتي على أرضية ميدانه هو الآخر أيضا يبحث عن التأهل للمرة الثانية تاريخيا بعد 125 سنة من تاريخ هذا النادي الذي تأسس في عام 1894، وفي المرة الثالثة الآن مع مانشستر سيتي يسعى للوصول المرة الأولى إلى الدور نصف النهائي بعد أن كان حاضرا بشكل مستمر. كرة تصل إلى أغويرو، أمامية عادت مرة أخرى لمصلحة البلجيكي، ملعوبة في الجهات اليسرى إلى رحيم في منطقة الجزاء، ستيرلينغ سدد وفي الدقيقة الرابعة رحيم يضرب شباك غولوريس ويصنع الفارق مبكرا جدا هنا في ملعب الاتحاد، وفي السيتي اوف مانشستر يرسم الحيرة على الأرجنتيني وبعض من الابتسامة على شفاه غوارديولا. يسجل رحيم، يتقدم السيتي. هي المحاولة بدأت عن طريق من؟ عن طريق هذا المتألق كيفن دي بروين، أمامية إلى غوارديولا، لم ينجح في اصطياد كرة من؟ كرة تعود سون 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 لا 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 على أنغام سول والعاصمة الكورية الجنوبية. سون يسجل، يونغمن يضع كرة في المرمى ويعلن عن التعديل، يعلن عن المستحيل، يسجل ويصعب مهمة السيتيزن في ملعبهم. مرة أخرى الكوري الجنوبي يستغل الخطأ ويضع كرة في المرمى من جديد، يضرب وتهتز أركان ملعب الاتحاد مرة أخرى. مورا يتقدم، لوكاس مورا يتوغل، يلعب كرة تصل إلى إيريكسن من جديد سن لا 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 جن جنون الكوري، جن جنون الكوري. بأقدام سون الأفراح تنتشر في الأرجنتين والأتراح في مانشستر بقسمها الأزرق بعد أن حزنت ليلة البارحة في شقها الأحمر. يأتي الآن سون سون سون، الله 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 الله، أي جنون، أي كرة، أي دوري أبطال. دخل، تعود المحاولة من جديد، رفقا بنا رفقا بنا، لا 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 لا، أنا اللي راح أنجن مع هذول الإنجليز، أنا اللي راح أنجن معهم. يو واحدة من المستحيلات في كرة القدم، من عالم المستحيل، من عالم لا ممكن، المستحيلات الثمان بعد أن كانت سبعة. برناردو يسجل التعديل، يا الله يا الله. لم يخسر السيتيزن مع هذا الحكم. كرة فيها محاولة في الجهة اليمنى، عرضية خطيرة، جول جول. يفتح الأبواب، يطرقها أولا ثم بعد ذلك يمهد الطريق. يا عم افرح، أو لماذا في الجانب المقابل كوري، لكن هي كرة القدم، هي كرة القدم. شوف ملعوبة بشكل سريع، وصلت إلى برناردو سيلفا، يبحث عن من؟ وصلت بعد ذلك المحاولة عن طريق اللاعب دي بروين، عرضية كيفن دي بروين، عرضية في منطقة الجزاء أغويرو، لكن الكرة اصطدمت والمحاولة إلى خارج أرضية الملعب. ألدر فايرن، ألدر فايرن في المكان المناسب أمام أغويرو، اصطدمت الكرة لتصل إلى ركلة ركنية. خلال السنوات الماضية الستة مواسم قضاها مع أتلتيك بلباو، الكرة بعد ذلك تصل الأكرو، خطيرة جدا محاولة الكوري الجنوبي إلى خارج أرضية الملعب، تصل بعد ذلك إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى، كان قريبا جدا من الهاتريك، كان قريبا جدا من التعديل. مشارف في المنطقة دي برون وتسديدة تأتي، لكن في أحضان حارس المرمى أوغو لوريس. لوريس سيطر على كرته بالشكل المطلوب، وطبيعي جدا.
بوتشيتينو مسرعا إلى غرفة تبديل الملابس من أجل تجهيز كل التعليمات الخاصة بشوط المباراة الثاني. غوارديولا ما الذي ممكن أن يفعله مع فريقه من أجل تسجيل هدف آخر والوصول للمرحلة القادمة؟ شوط في غاية الروعة، بل هو من وحي الخيال، انتهى بثلاثة أهداف. شكرا للزميل هشام الخلصي، شكرا لضيوفك الكرام. ممكن أن تسير أحداث شوط المباراة الثاني، وهل هنالك سيناريو معاد؟ يبدو بأن الأمر واضح في وضعية صعبة جدا من أجل مشاهدة سيناريو آخر في هذا اللقاء. كيفن دي بروين ولا ديفيد سيلفا؟ سيلفا ولا دي بروين؟ واحد من الاثنين هو اللي راح ينفذ الكرة والمحاولة القادمة لمصلحة مانشستر سيتي. دي بروين سددوا، الكرة تعلو العارضة، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة بعد ذلك تصل إلى ركلة مرمى مبدئية. لا زالت المحاولة مستمرة. غوندوغان في الجهة اليسرى، ديفيد سيلفا، هوغو لوريس، لوريس في المكان المناسب يتصدى، وبرناردو سيلفا في المتابعة، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. حلوة محاولة قتل الجزاء، كويرو لا زالت مستمرة، كيفن دي بروين، كيفن دي بروين، يعود الآن هوغو لوريس ويستعيد ذاكرة التألق وينقذ مرمى فريقه في شوط المباراة الثاني. في الشوط الأول ما كان موجود. كرة بمحاولة عرضية في منطقة الجزاء الرأسية من ديفيد سيلفا، لكن كرة سيلفا إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى، ركلة مرمى. ما هي الخيارات الموجودة عند المدرب غوارديولا على مقاعد البدلاء؟ هناك جابرييل جيسوس، كرة تصل إلى يورنتي، إيدرسون، إيدرسون يتصدى لمحاولة من؟ الإسباني البديل يورنتي في الكرة الرأسية الماضية، لكن البرازيلي في يصل عن طريق كيفن دي بروين، دي بروين، دي بروين إلى أكويرو في منطقة الجزاء. محقق لمصلحة توتنهام. في الجانب المقابل تأتي الكرة مرتدة لمصلحة مانشستر سيتي، ويسجل السيتيزن الآن الهدف الرابع. بديل يورنتي، كرة عن طريق تريبير وصلت إلى سون في منطقة الجزاء. مرة أخرى الكوري الجنوبي يسدد، لكن حارس المرمى إيدرسون، إيدرسون يتصدى ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. لا وجود للتسلل في لقطة المرمى. اليسرى دائما وأبدا حاضر، كرة عرضية خطيرة، يأتي الرد الآن، يورينتي يسجل، يضع كرة في شباك إيدرسون، سون سوى اللي عليه والدور على يورينتي، يورينتي يسجل الآن ويقلص الفارق ويعيد توتنهام إلى الدور نصف النهائي. موضوع التعمد، موضوع قرب الكرة، موضوع اليد إلى الجسم، لكن حالة صعبة جدا بالنسبة لتشاكر. تشاكر يعتمد الهدف، شاكر يعتمد الهدف، يعتمد الهدف. شاكير يقول بأنه لا يرى بأن إلى نصف النهائي. عرضية في منطقة الجزاء، راسية تأتي ولوريس يتصدى، لوريس يتصدى في اللقطة الماضية، وراسية من أكويرو، وهوغو لوريس في المكان المناسب. ناردو سيلفا البرازيلي، فرناندينيو، عرضية من فرناندينيو الثانية في منطقة الجزاء، خطيرة جدا الكرة الماضية الآن، والثانية يضع كرة رأسية على أقدام غوندوغان، لكن تسديدة على العارضة تحولت إلى خارج أرضية الملعب ووصلت إلى ركلة مرمى. لا أكويرو مرة أخرى، رحيم 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 رحيم، جنون كرة القدم، جنون كرة القدم يتجلى في أبهى صورة هنا في ملعب الاتحاد.
ممكن اهو يلغى هدف رحيم ستيرلينج ليعود توتنهام مرة أخرى إلى نصف نهائي الأبطال. يا الله يا خسارة فرحة. يحصل على ركلة ركنية شاكير ينهي اللقاء بفوز السيتي. نعم لكن توتنهام للمرة الثانية تاريخيا يصل إلى الدور نصف النهائي من منافسات دوري الأبطال وتتواصل عقدة الإنجليز.